السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصر. اليوم راح نتحدث عن مشكلة صحية شائعة تتعلق بالعيون وبشكي منها عدد كبير من الناس، اللي هي مشكلة انحراف النظر. طبعا الاسم الأدق لانحراف النظر اللي هو مرض الاستجماتيزم أو اللابؤرية. طبعا مرض انحراف النظر يعني عبارة عن مشكلة بتتعلق بالقرنية. القرنية بيكون شكلها غير منتظم عادة، يعني شكل القرنية بيكون بيضاوي، لكن ممكن شكل القرنية يصبح كروي دائري. طبعا نتيجة لتغير شكل القرنية، هذا الاشي راح يؤدي الى يأثر على تركيز الضوء على الشبكية، لانه يعني وظيفة القرنية اللي هو تجميع الضوء وتركيزه على الشبكية في نقطة واحدة او بؤرة واحدة على الشبكية، زي ما هو واضح بالصورة. القرنية بتجمع الضوء وبتركزه على الشبكية في نقطة واحدة او بؤرة واحدة. طبعا نتيجة لتغير الشكل المنتظم للقرنية، هذا الاشي راح يأثر على تركيز الضوء على الشبكية. فبدل القرنية ما تقوم يعني بتركيز الضوء في نقطة واحدة أو بؤرة واحدة على الشبكية، راح هذا الإشي يؤدي إلى تشتيت الضوء على الشبكية، زي ما هون واضح بالصورة. راح يؤدي إلى تشتيت الضوء على الشبكية وعدم تركيزه في نقطة واحدة أو بؤرة واحدة. وهذا هو طبعا التعريف المبسط لمرض انحراف النظر أو الاستجماتيزم أو اللابؤرية. طبعا مرض انحراف النظر فيه له عدة أعراض، أهمها اللي هي صعوبة في الرؤية أو تشويش في الرؤية، يعني المريض راح يصير عنده تشويش في الرؤية وعدم القدرة على التركيز. حتى المريض يعني بصير يحدق كثير، يعني من الأعراض برضو التحديق بسبب عدم القدرة على التركيز والتشويش. أيضا ممكن يحصل مع المريض يعني صداع مزمن. أيضا يعني المريض بحصل معه تعب وإرهاق للعين وعضلات العين، خصوصا يعني بعد القراءة المريض راح يحصل عنده تعب وإرهاق للعين وعضلات العين. تقريبا يعني هاي أهم الأعراض اللي ممكن يعاني منها مريض انحراف النظر. طبعا مثل ما قلنا يعني السبب المباشر لانحراف النظر اللي هو تغير بشكل القرنية، شكل القرنية بيصبح غير منتظم، أو حتى يعني ممكن شكل القرنية يكون شكل مخروطي، تكون رفيعة جدا وشكلها مخروطي، وهذا الإشي راح يؤدي لانحراف كبير بالنظر. لكن طبعا في عدة أسباب ممكن تؤدي إلى تغير شكل القرنية، شكل القرنية يصبح غير منتظم نتيجة لعدة أسباب، أهمها عيب خلقي في شكل القرنية، يعني نتيجة تكون خلقية نتيجة عيب خلقي في شكل القرنية، أو نتيجة حدوث جرح أو حادث للقرنية، أو طبعا نتيجة التهابات مزمنة بتصيب العين وما بتصيب بتأثر على القرنية وما بيتم علاجها بشكل صحيح. برضو ممكن من الأسباب اللي هو انحراف في عدسة العين. أيضا مرض السكر والضغط ممكن يساهم بتغير شكل القرنية. تقريبا يعني هاي أهم الأسباب اللي ممكن تأثر على شكل القرنية وتغير بشكل القرنية ويصبح شكل القرنية يعني غير منتظم. طبعا يعني في عدة طرق لعلاج مرض انحراف النظر. طبعا دائما العلاج المبدئي وأشهر علاج لانحراف النظر اللي هو عن طريق استخدام النظارات الطبية. دائما يعني العلاج المشهور لانحراف النظر اللي هو عن طريق استخدام النظارات الطبية. أيضا ممكن علاج انحراف النظر عن طريق استخدام العدسات اللاصقة، وخصوصا إذا كانت القرنية مخروطية، عن طريق استخدام العدسات اللاصقة. لكن طبعا بالوقت الحالي في طريقة حديثة لعلاج انحراف النظر اللي هو عن طريق عمليات الليزك. طبعا عمليات الليزك بتم استخدام أشعة الليزر، من خلال استخدام أشعة الليزر بتم إعادة تشكيل القرنية وتصليح القرنية. عمليات الليزر يعني تعتبر من العمليات الحديثة والمشهورة بالوقت الحالي، لأنها بتتميز إنها ما فيها المريض ما بيشعر بألم أثناء العملية، ونتائجها سريعة جدا، يعني باليوم الثاني المريض راح يحس بتحسن في النظر. فعملية الليزك يعني بالوقت الحالي من أكثر الطرق المشهورة لعلاج مرض انحراف النظر. تقريبا يعني هيك احنا تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بمرض انحراف النظر أو الاستجماتيزم أو اللابؤرية. إن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. ونتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.